بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نستأنف إن شاء الله دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، بعد أجازة رمضان وعيد الفطر. نسأل الله أن يتقبل منا ما وفقنا في عبادته في رمضان، وأن ييسر لنا ولسائر المسلمين حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمورنا وفي ذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، وأن يصرف عنا وعن سائر المسلمين السوء بما شاء وكيف شاء سبحانه، إنه على ما يشاء قدير. أما بعد، من باب أما بنعمة ربك فحدث، يسر الله سبحانه وتعالى لي في رمضان الماضي أن أكتب صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أسمائه الحسنى، لأن هناك أمران أمرنا الله بهما، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره من أهل السنن: إن لله تعالى 99 اسما، إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء الأسماء بعض العلماء قال هو ما إنك أنت تحفظها، وبعض العلماء قال لا يكفي حفظها بل التخلق بها والتعلق بها والتحقق بها. ثم أمرنا الله بأمر آخر، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقامت الأمة على مر العصور بفضل الله بخدمة هذين الأمرين، فاهتموا بمعرفة أسماء الله الحسنى ودراستها وشرحها والدعاء بها نثرا وشعرا كثير على مر العصور، بحيث أنه يصعب حصر ما ألف في هذا الموضوع. وكذلك تبارت الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلى أن يبعث الله الخلائق إلى ما شاء الله في الصلاة على النبي وإنشاء صيغ للصلاة على النبي تعريفية بالنبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة، لأن كل صلاة وسلام على النبي يعرض على النبي. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول، وكذا سيدنا علي بن أبي طالب: أحسنوا الصلاة على نبيكم فإن صلاتكم تعرض عليه. وبالتالي من لدن الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب له صيغة للصلاة على النبي، هو وضعها وكتبها الإمام الجزولي في دلائل الخيرات، وسيدنا عبد الله بن مسعود له صيغة وضعها في الصلاة على النبي، والإمام الجزولي أيضا جمع صيغ الصحابة في الصلاة على النبي ووضعها في كتابه دلائل الخيرات. ثم من بعده التابعين وتابع التابعين والأولياء على مر العصور وضعوا صلوات على النبي كثيرة، حتى أن الإمام يوسف النبهاني رحمه الله تعالى جمع صيغ الصلوات على النبي في كتاب وسماه مجموع الصلوات على سيد السادات، كتاب ضخم جمع فيه الصيغ اللي هي قدر يجمعها، وليس هو على سبيل الحصر لأن هذا الموضوع يصعب حصره. الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبين فضل النبي، لأن النبي ترك بيان فضله للقرآن، فالقرآن مشحون بفضائل النبي، ولكن الصلاة الإبراهيمية تبين فضيلة آل النبي.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، عندما سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومعلوم أن آل إبراهيم أنبياء وآل محمد ليسوا بأنبياء، لأن النبوة ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يعلي شأن آل بيته في هذه الصلاة، فقال يا رب كما انتسبوا إلي وحرموا النبوة فاجعل صلاتك عليهم كصلاتك على الأنبياء من آل إبراهيم، فيا رفع لدرجتهم كما صليت على آل إبراهيم وهم أنبياء صلي على آل منسوبين إلي فيأخذوا ثواب هذه الصلاة بقدر ما صليت على آل إبراهيم. ومعلوم أن صلاة الله على النبي أعلى من صلاته على سيدنا إبراهيم، فالجمع هنا جمع لمصلحة الآل لا لمصلحة النبي، فالنبي قدره أعلى من سائر الأنبياء فهو نبي الأنبياء، وبالتالي الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها النبي ما هي إلا لرفع قدر آل البيت وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تعريف بالنبي، لأن النبي اكتفى بتعريف القرآن له، فتبارت الأمة بعد ذلك على مر العصور بوضع صلوات تعرف بالنبي. صلوات الأولياء كلها ما هي إلا صلوات تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجي مثلا الإمام إبراهيم سيدنا إبراهيم الدسوقي يقول مثلا حسب ما يحضرني من الصلوات اللي نحفظ، اللهم صل على سيدنا محمد اللطيفة الأحدي، كويس، شمس سماء الأسرار، مظهر الأنوار، مركز مدار الجلال، كل ده تعريف، كل دي صلوات تعريفية بيبين لك قدر النبي على قدر ما ربنا فتح عليه في ولايته. يجي سيدنا السيد البدوي يقول في صلاتي اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية، وهكذا تعريف برضو بالنبي. فمعظم صلوات الأنبياء تلاقيها الأولياء تعريف بالنبي، يعني يقول لك ساعات يعرف بالنبي بمعجزات، يقول اللهم صل على من انشقت منه الأسرار وانفلقت الأنوار، من جاءت إليه لدعوته الأشجار، من سبح الحصى بين في يديه، من تفجر الماء من بين أصابعه، تبقى صلوات تعريفية بمعجزاته. فمعظم الصلوات التعريفية بتعريف مقام النبي قام بها الأولياء على مر العصور، لكن لم يفكر أحد على حد بحثي وعلمي أن يجمع بين الدعاء بالأسماء الحسنى وبين الصلاة على النبي، يقوم بالأمرين معا في عبادة واحدة. فمما من الله بي علي أني جمعت هذين الأمرين في آن واحد مع زيادات، لأن هناك بعض من سبقوني كان يصلي على النبي صيغة ثابتة ثم يذكر اسم من الأسماء الحسنى، يعني نقول مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل نفس عدد ما وسعه علم الله يا رحمن، وبعدين يعيد نفس الكلمة يا رحيم، ونفس الكلمة يا مهيمن، نفس الكلمة يا ملك، لحد ما يخلص. لكن هو ما أضافش معنى الاسم ولا مجلى الاسم في النبي وكيفية التعلق بالاسم. فهذا هو ما من الله به عليه، فكتبت صلوات على النبي بالأسماء الحسنى كلها مبينا في كل صلاة معنى الاسم ومجلى الاسم في النبي، لأن كل اسم الأسماء الحسنى ظهر في النبي له ظهور، وهو مظهر الكمالات الإلهية الأعظم. ثم أنهيت كل صلاة بدعاء لتتعلق وتتحقق وتتخلق بهذا الاسم ببركة صلاتك على من تعلق وتحقق بالأسماء كلها، وسميتها الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها لصلوات الأسماء الحسنى. وهذا الكتاب احنا طبعنا منه عدد بسيط، وان شاء الله سوف نوزعه عليكم جميعا لما تتيسر نسخ. احنا الوقت ما عيناش منه ولا 30 نسخة، الوقت طبعنا 1000 نسخة نفدت معظم، فمعنا بس 30 نسخة، هنوزع لحد 30 النهار، لكن ان شاء الله اللي يواظب معانا في خلال الاسابيع القادمة هنطبع طبعة كتيرة منه، يعني عدد بتاع 5000 نسخة، وساعتها أي واحد يطلب نسخة نديه إن شاء الله.
دي أولا. ثانيا، لما حدث في الفترة الأخيرة بعد الثورات العربية اللي حصلت وظهرت الخلافات اللي كانت مدفونة تحت السطح، وإن كانت موجودة وهي بعض الأفكار بين المسلمين، فأصبح كل من له فكر بيتكلم، محدش بقى إيه بيكبت أحد، ومش كده وبس، وأصبح كمان عنده القدرة إنه هو يؤثر بهذا فكري في الواقع. وإحنا عارفين إن عندنا فكر نشأ في وسط الأمة من حوالي 250 سنة أو قرابة الإيه 300 سنة بالتحديد، من 1750 ميلادي، وهذا الفكر اللي بنسميه إحنا الفكر الوهابي. الفكر الوهابي ده نشأ، حركة الوهابية دي حركة نشأت في نجد سنة 1750 أو 52 ميلادية بزعامة أحد الأفراد اللي كان بيتعلم علوم الدين، وأبيه كان عالما من علماء الدين، وأخوه سليمان بن عبد الوهاب كان عالما كبيرا من علماء الدين، ولكن محمد هذا أنشأ فكرا يخالف إجماع الناس، وتزعم هذا الفكر وخرج على إجماع المسلمين بفكر جديد وتعريف جديد للتوحيد ما كانوش يعرفوه قبل كده المسلمين. المسلمين طول عمرهم موحدين ربنا، لكن هو جاء بتعريف جديد وفكر جديد. ثم صادف في هذا الوقت أيضا نشوء قائد في بلاد نجد اسمه عبد العزيز آل سعود، يريد أنه هو يعني يفرض سيطرته على أراضي الحجازية ويبقى ليه القيادة السياسية. وفي نفس الوقت كان الإنجليز يريدون أن يقضوا على الخلافة العثمانية علشان يمكنوا اليهود من أن هم يعيشوا في فلسطين. طول ما في خلافة ما كانوش يقدروا اليهودي، لأن الخلافة جمع المسلمين، حدش يقدر يخترق. فأراد الإنجليز أن هم يقضوا على الخلافة العثمانية تمهيدا لزرع هذا الجسم الغريب في الأمة. والخلافة العثمانية كانت في هذا الوقت بدأت تضعف، فلما وافق هذا كله ظهور نجم محمد بن عبد الوهاب وهو يخالف إجماع المسلمين، وبعدين ضد آل البيت لأن لا يرى فيهم يعني مزية على أحد، والأراضي الحجازية كان يحكمها أشراف حسنيين من لدن الخلافة الأموية الحاد الفكر الوهابي، فكان هو يريد أنه هو يعني عبد العزيز آل سعود ليس من آل البيت وليس حسن، ويريد أنه يسيطر على الأراضي الحجازية، فلابد أن يبقى في فكر طالع جديد يقول لك أن آل البيت دول ليس لهم يعني مزية معينة ودول كسائر المسلمين، وبالتالي نبقى نخلص من الجماعة دول ونمكن للأراضي الحجازية من ليس من آل البيت. أنا بحكي لك فكرة تاريخية قديمة يعني. فالمهم الخلافة العثمانية كانت تبجل آل البيت وتوقرهم وتحبهم ويغلب عليهم التصوف، ومحمد بن عبد الوهاب كان يكره المتصوفة والأولياء ويعتبر آل البيت كسائر المسلمين، ففكره يناسب ما ذهب إليه الإنجليز من القضاء على العثمانيين، لأنه فكره يخالف العثمانيين على كل حال. فحصل تزاوج بين هذه العقيدة الغريبة اللي طلعت وبين عبد العزيز آل سعود، ومكنوهم بالسلاح من أنهم يسيطروا على الأراضي الحجازية، وتاريخ نجد مشهور ومطبوع ممكن تشتريه وتقراه، وهم هيحكوا لك كيف أنهم منعوا الناس عن الوصول إلى الأراضي الحجازية والحج، وقتلوا 30,000 حاج معتمر جايين يحجوا على اعتقاد أنهم مشركين، قتلوهم بزي الإحرام بالسلاح الإنجليزي، مما استدعى أن الخليفة العثماني طلب من محمد علي الكبير وكان بيحكم مصر في الفترة دي أنه هو يفتح طريق الحج للناس، لأنه كان عنده جيش قوي، فأبعت لهم إبراهيم ابنه بقيادة جيش كبير من المصريين في معركة اسمها معركة الدرعية، يمكن أنتوا تعرفوا، عشان يفتح طريق الحج للمسلمين لأنهم قطعوا طريق الحج على الناس عدة سنوات. القصة معروفة، فأنت ممكن تشتري تاريخ نجد وده كتاب مطبوع. بمرور الوقت
أراد الله أن فعلا يقضى على الخلافة العثمانية، قضي على الخلافة العثمانية وانتهوا منها. ثم فرقوا المسلمين إلى دول وشيع، وكل مجموعة خدت قطر من الأقطار علشان يسهل قيادتهم وسياستهم بالطريقة التي يعني يحبها حكام الغرب وأعداء المسلمين. وصادف أيضا ظهور البترول فكثرت الأموال، فالأموال دي استخدمت لنشر هذا المذهب بمطبوعات لا حصر لها، فانتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم، وهو مذهب يخالف ما عليه إجماع المسلمين لكن انتشر. وافق ضعف المسلمين، فرقة في المسلمين، انتشار الأموال، كثرة البترول، نجاح أهل نجد في السيطرة على الأراضي الحجازية وإطلاق اسمهم عليها، يقول لك السعودية، ودي قبيلة صغيرة من قبائل نجد، خلوا جزيرة العرب كلها اسمها السعودية على اسم قبيلة. ثم لما انتشر البترول وحصل عمران، أصبح هناك عقود عمل تأتي إليها من جميع جنسيات العالم عشان يعيشوا في البلاد دي، فتوارد إليها جميع جنسيات المسلمين فعاشوا هناك وقبضوا أموال البترول مرتبات، فتشربوا الفكر الوهابي. فلما عادوا لبلادهم عادوا بهذا الفكر متشبعين، فانتشر في كل بلاد المسلمين للأسف، في حين عدم نشاط للباقي العلماء في وسط العامة. نشاط العلماء التانيين كان نشاط كرسوه في كتابة مؤلفات في الرد على هذا المذهب، ولكن احنا في زمن الناس لا تقرأ، فأصبح المذهب ينتشر والمؤلفات تكثر ولكن لا يقرأها أحد. حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، تسمع مثلا أن في ليبيا الوقتي قاعدين يفجروا قبور الأولياء، وإحنا عندنا انتهاك حرمة قبور المسلمين، ده من الكبائر. المسلم ميت حرمته كحي سواء بسواء، ده اعتقاد المسلمين كده، اعتقاد المسلمين أن نبش القبور من الكبائر. أي قبر مسلم، فما بالك لو كان قبر ولي أو من آل البيت، يكون أشد قبحا. إذا كان المسلم العام العادي العاصي فاعل الكبائر الذي مات مصرا عليها ودفن، يحرم نبش قبره والاقتراب منه، لأنه مسلم له حرمة، وحرمة المسلم ميت كحرمة حي. فما بالك أن دول أصبحوا ينبشوا القبور، ومش كده، ده بيفجروها بالنيران ثم بعد ذلك يسووها بالأرض، ويعتقدون أنهم يفعلون ذلك حفاظا على التوحيد، لأنهم في اعتقادهم أن زوار القبور يعبدون المقبورين. وما حصلش أن المسلمين عبدوا مقبور أبدا، المسلمين طول النهار عارفين أن ربنا حي لا يموت، وهم بيزوروا الميت وعارفين أنه ميت، فإزاي أنا أقول أن ربنا حي وزور ميت وأعتقد أنه هو ربنا؟ إزاي دي تعتقد؟ ما حصلش، ما حدش عبد مقبور أبدا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق خلقه الله، لم يحدث أن الناس اشتبهت عندها مشكلة أن يعبدوا المقبور أبدا. أولا الله ليس لا يموت، ثانيا الله ليس بجسم، والله لا في جهة، وبالتالي إزاي أنا وأنا رايح يسألني تروح تزور فين، أقول له فلان مات حزوره، طب فلان مات اللي حزوره ده يبقى بعبده، طب ما أنا عارفه فلان ومات. المهم هو نشأ في ذهنهم فكر غريب أن زيارة القبور والتوسل بالموتى ده شرك صريح، واللي يفعل كده يبقى كافر، وهذا يخالف ما عليه الأمة على مر العصور. وأصبح لهم صولة، يعني مفتي ليبيا متشبع بالفكر الوهابي، تصور أنت بقى مفتي ليبيا متشبع بهذا الفكر، وبالتالي يخشوا على قبر سيدي أحمد زروق يفجروه، سيدي علي الأصمر يفجروه. هنا في مصر يمكن من حوالي سنة سمعته أن اعتدوا على بعض قبور الناس الأولياء في محافظة القليوبية هنا في مصر. فلما حصل الحكاية دي من سنة أنا طبعت الرسالة دي ووزعتها على الناس، لكن يبدو أن الناس ما بتقراش. هذه الرسالة أنا سميتها إيه؟ حول قضية هدم الأضرحة وما فعله السفهاء منا. هذه الرسالة أنا طبعتها منذ عام، وطبعت منها 5000 نسخة، وزعتها على كل من أعرفه ولا أعرفه، حتى أنها وصلت لمالي والنيجيريا والسودان، وبعتها الناس في ليبيا وناس في الجزائر كل حتة،
لكن يبدو ان الناس تاخذ الحاجه وما بتقراهاش، لان من الناس اللي هم قريبين مني واديتها لهم يسالوني اسئله تدل على انهم لم يقراوه، فيبدو ان الواحد بياخدها تبركا ويشيلها في جيبه وخلاص، وبقينا في زمن الناس تحب تسمع اكتر ما تقرا. فبناء على ذلك لما حصلت الطمه الكبرى في ليبيا، واحنا الوقت الاتجاه السلفي اصبح ليه احزاب في مصر ويمثل احزاب سياسيه وهيبقى ليه يد تنفيذيه في بلادنا، لانك عندك حزب الاصاله وحزب النور دول سلفيين متاثرين بالفكر الوهابي، ولو ادعوا ان هم مش متاثرين لكن هم بيقولوا بهذا الفكر، واخد بالك؟ فاحنا بناء على ذلك قررت ان هذا الدرس واجل صحيح البخاري وهقرا لكم هذه الرساله عشان انتوا بتكسلوا تقروا لوحده، وهعلق عليها. ده موضوع الدرس النهارده، وبرجاء نشر هذا الموضوع لكل الناس اللي ليه اتصال بالنت ينزلها على اليوتيوب وينزلوها في كل حته، علشان هذا الفكر بقى موجود في الجزائر وموجود في مالي وموجود في نيجيريا وموجود في كل بلاد المسلمين وموجود في بلادنا، وهذا الفكر استباح وأحل دماء المسلمين وعمل فرقة شديدة. احنا كنا بنكتفي بالمطبوعات ونسكت قبل ما كان لهم يد تنفيذية في بلادنا، انما الوقت اصبح لهم يد تنفيذية، بعض الوزراء منهم وبعض المسؤولين بقوا منهم، وبعد شوية يمكن نلاقي وزير الداخلية يطلع منهم، وبعد شوية تلاقي وزير مش عارف ايه يطلع منهم، وبعد كده شوية رئيس الجمهورية يطلع منهم، فهتبقى مصيبة. وبعدين هذا يؤدي الى صدمة المسلمين في عقائدهم. تصور انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك، كويس، حوش كده احنا بنسمي المقبرة اللي بندفن فيها قرايبنا نسميها حوش، مش كده برضو؟ افرض انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك وقافله بحيطة وحاطط عليه بوابة، ترضى حد يجي يقتحم البوابة دي ويخش ببلدوزر يطلع رفات اجدادك وابائك؟ وبعدين مش كده وبس، ده بعضهم بيفجروا على ادعاء ان الاسلام امرنا بكده. الاسلام امرنا اننا ننتهك حرمة الموتى وندخل على الناس فيما يملكون وبعدين نفجرها ونهدم الجدران؟ الاسلام امرنا بكده؟ اذا كان الاسلام امرنا بكده يبقى احنا حاجة من الاثنين، يا جهلنا الاسلام يا اما احنا اعداء للاسلام وبنتمحك في الاسلام، يعني هم يا جهلة يا اما اعداء للمسلمين، مفيش احتمال ثالث، يا جهلا علمهم يا اعداء للمسلمين فهم العدو فاحذرهم. واضح؟ فاذا كانوا جهلة احنا هنعلمهم وهنقرا لهم ادله العلماء على مر العصور ونحل لهم الاشكاليه اللي في ذهنهم المتعلقه بالاولياء وزياره الاولياء. فكتبت قلت ايه؟ هقرا مع التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. حول قضية هدم الأضرحة وما فعله السفهاء منا، الحمد لله وكفى به وكيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن مما أشاعه في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة ممن تسموا بالسلفية وقد أخطأوا ما كان عليه السلف الصالح من فهم الدين وأغلقوا على أنفسهم فلم يسمعوا إلا ممن كان على فهمهم ولا يقبلوا الرأي الآخر أو المذهب المخالف ولو كان أقوى دليلا، مما أخاف الناس منهم ومن تسلطهم لضيق أفقهم وجهلهم بقواعد الاستنباط وأصول الفقه واللغة ومخالفتهم الإجماع في أمور كثيرة من الدين، ومن بينها اعتقادهم أن البناء على القبور حرام ويؤدي إلى الشرك، وأن المساجد المبنية بجوار قبور الأولياء لا يجوز الصلاة بها. وبناء على هذا الفهم تجرأوا على حرمة الأموات وهدموا بعض قبور آل البيت النبوي الشريف والأولياء والعلماء الصالحين، مما أثار فتنة بين المسلمين قد تؤدي إلى التدافع والتدابر والتشابك المفضي إلى إراقة الدماء ومحرمات لا تحصى، ولم يعلموا أن من أبسط القواعد في النهي عن المنكر إن كان منكرا في زعمهم ألا يترتب عليه مفسدة أشد ومنكر أعظم منه،
ولذا وجب التنبيه وبيان وجه الحق في هذه المسألة، والله المستعان وعليه التكلان وإليه المشتكى. اعلم أيها المسلم الغيور على دينه أن البناء على القبر أحد أمرين، إما أن يكون قبل الدفن، يعني المبنى مبني أصلا قبل ما الواحد يموت، وبعد ما مات دفنوه في المبنى، المبنى يبقى البناء كان مبنيا قبل الدفن، فيدفن في بيت أو حجرة أو مسجد أو قبة أو حوش كما دفن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في حجرته الشريفة. حجرة النبي دي مش مبنية قبل ما يموت، طيب يبقى دفن في مبنى، يبقى النبي دفن في مبنى. وكذلك كثير من قبور الأولياء دفنوا في بيوتهم بعد موتهم، وهذا لا شبهة في جوازه بإجماع الفقهاء. وإحنا بنعمل كده، يعني إحنا عندنا مقبرة بتاعت جدنا إحنا قافلينها، ولما حد بيموت في العيلة بنروح فاتحين الباب وندفنه فيها وقافلينها وتنين ماشيين، كل الناس بتعمل كده، يبقى كلنا بندفن في مباني، مش كده برضو؟ يعني لحد دلوقتي معمول بيها من أيام النبي لحد دلوقتي، إن الناس بتبني في ملكها وتجعل في ملكها مقبرة وتحوطها بجدار وتدفن فيها موتاها، لا إشكال في هذا الأمر، وهذا لا شبهة في جوازه بنص جميع الفقهاء على جميع المذاهب، وعليه عمل الأمة سلفا وخلفا في مشارق الأرض ومغاربها بلا نكير. يبقى ده أول احتمال، إن المبنى مبني قبل الدفن، فدفن في مبنى كان بني قبل دفن. الاحتمال الثاني، أن يكون البناء على القبر أو حوله أو بجواره بعد الدفن، فإن كان على القبر يعني فوق القبر مباشرة أي فوقه فلا يجوز لعلة التخفيف على الميت. النبي نهانا أن نجلس على القبر وأن نطأ القبر بأقدامنا، وبالتالي يبقى من باب أولى ألا أبني فوق القبر، وبالتالي ما نبنيش فوق القبر، واضح؟ لعلة التخفيف على الميت. أما إن كان حوله، يعني لو كان البناء حول القبر أو بناء نحو قبة نسقفها، نعمل سقف عشان الزائر يعرف يقعد في الظل يقرأ قرآن يؤنس الميت، لأن الميت بيشعر بزائره ويأنس به، فيقوموا يعملوا سقف قبة كده، يقوموا يستطيعوا إن هم يقعدوا الناس تأوي إليها، يمنعوا المطر إنها تنزل تقوم إيد تبلبل الأرض وتبشبها وتخليها بيشة. يبقى بناء القباب على القبور دي أمر معمول به من زمان، وأشهر قبة هي القبة الخضراء قبة النبي. أما إن كان حوله، يعني بتبني جدار كده عشان تحمي الحيز اللي حوالين القبر، أو بناء نحو قبة أو حتى مسجد بجواره يصلى فيه، فإن كان في أرض مملوكة ملك صاحب هذه الأرض وليست وقفا أو سبيلا فجائز مطلقا بإجماع المسلمين برضه، لأن دي أرض ملك، أنا عندي فدان أرض ملك خدت ركن فيه خليته مقبرة لأجدادي، وبقيت الفدان ده رحت بنيه مسجد عشان الناس لما تيجي تدفن يجدوا مسجد يصلوا فيه على الميت، وبعدين ايه يدفنوا ويستريحوا شويه يقروا قران ويمشوا، فهذا جائز مطلقا طالما ارض مملوكه، لان الانسان حر في تصرفه في ملكه. بشرط ان تبقى ارض مملوكه وليست وقفا، انها تبقى مقبره، او سبيلا يعني مسبله، مقبره سبيل، فجائز مطلقا. ويكره البناء كراهة التنزيه إن أراد به المباهاة والزينة، يعني يبني بقى بناء فخم أوي ويعمل مش عارف إيه زينه إيه عشان يتباهى، ويقول إن أفخم مقبرة في القاهرة هي مقبرة عيلة فلان، كده بقى ما يصح. إذا كان بغرض المباهاة يبقى ما يصحش حرام يعني؟ لا مش حرام، مكروه. طب ومكروه ليه مش حرام؟ لأن الإنسان حر في تصرفه، انا حر اصرف مالي زي ما انا عايز، بعد كده ربنا يسالني بقى، فهمت؟ لشبهتي
تصرف الإنسان، حرية الإنسان في التصرف في ماله، جعلها الفقهاء مكروهة وليست حراما إذا كان لغرض المباهاة. وما بيحصلش الحمد لله بين المسلمين حكاية المباهاة دي. وإن كان في أرض موقوفة للدفن، افرض إن أنا وقفت نص فدان من أرضي في بلدنا، قلت يا جماعة يا أهل القرية بتاعتي أنا نص الفدان ده حسبه لكم مقبرة لأهل البلد، كويس، بقت مقبرة موقوفة، أي حد يموت يجوا يدفنوه في حتة. ففي الحالة دي بقى ما ينفعش إن أنا أبني فيها حوالين قبر من القبور، لأن هضيق على الناس مكان الدفن. يبقى هنا بقى ما نبنيش حتى لا نضيق، لأن دي أرض موقوفة للدفن وليست مملوكة، فهمت؟ وسبيل. وإن كان في أرض موقوفة للدفن فيحرم ويجب الهدم بدون نبش القبر، هدم الجدار اللي اتبنى بس، لكن القبر زي ما هو محترم. ليه؟ عشان ده هيضيق المسافات، يبقى يجب هدم الجدران ولكن لا يجوز نبش القبر. في المقبرة المسبلة أو الأرض الموقوفة لقبر المسلمين واضح، إنما المملوكة لا. فيحرم ويجب الهدم حتى لا يضيق على الناس في دفن موتاهم. وبعض الفقهاء أجازه حتى في الموقوفة إن لم يضيق على الناس بأن كان على قدر القبر. بعض العلماء أجاز، بس دي قلة من العلماء، قال لك حتى في الموقوفة إذا كان بقدر تمييز بس موضع القبر علشان الناس ما تطأوش، ما تقعدش عليه، ما تمشيش برجليها، خلاص بظلام لا يضيق. هذا إن كان الميت من عامة المسلمين، يعني إنسان عامي زينا وزيكم، مش من المشاهير الصالحين، كويس، ولا من العلماء الكبار. أما إن كان قبر أحد العلماء المشاهير أو الأولياء الصالحين وآل البيت النبوي الشريف، نص جماعة على جوازه بل استحبابه حتى في الأرض الموقوفة تعظيما لحرمتهم وحفظا لقبورهم من الاندثار والامتهان، فينتفع بزيارتهم والتبرك بهم، لأن معلوم أن النبي كان يزور قبور المسلمين ويدعي هناك. طب والنبي ليه بيدعي هناك؟ لنفسه، لأن الدعاء عند قبور المسلمين مستجاب، لأن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة والدعاء في الجنة مستجاب، والمقبور بيؤمن على دعاء الزائر وهو في دار الحق، وبالتالي لما يؤمن على دعائك ربنا أرجى للإجابة. وعشان كده الرسول كان لما يزور القبور يعمل إيه؟ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. أهو كل ده دعاء له، يعني النبي بيدعي عند القبور، يبقى الدعاء عند القبور وارد عن النبي لأنه هناك مستجاب وأرجى للإجابة. فيبقى لما يبقى قبر أحد الأولياء والصالحين وآل البيت، أما علمه بجدار واكتب عليه اسم المقبور أو مدل المسلمين على هذا القبر فلا يندثر، يقوم ينتفع بزيارته ويتبركوا به بالدعاء عنده لعل الله يستجيب دعائهم، يبقى ده أمر مطلوب شرعي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فينتفع بزيارتهم والتبرك بهم، فما بالك لو كان ذلك في ملكهم بقى، لو كان المباني دي كلها في ملكهم، يعني سيدي زروق مدفون في ملكه في ليبيا، الأرض دي كانت بتاعته يملكها ويزرعها، دفن فيها، يروح يفجروا قبره في ملكه. سيدي علي الأسمر نفس الحكاية في ملكه. الإمام الشافعي في بيت وهب له، لما جاء مصر هنا شيخ بندر التجار في مصر اللي هو عبد الحكم أحب الإمام الشافعي فوهب له دارا وأعطاه إياه، فلما الإمام الشافعي مات أوصى أن يدفن في هذا الدار، لدرجة أن هذا التاجر أوصى أن يدفن بجوار الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك لما كثر زوار الإمام الشافعي خدوا الأرض المساحة اللي حواليه وعملوها مسجد، فهم كلهم مدفونين في ملكهم. فما يجيش واحد الوقت يقول لك لا انا هروح بقى ايه اهد قبر الامام الشافعي واعمل مش عارف تعمل ايه، انت هتهد قبر ملكه؟ دعاء
دفن في ملكه، واضح؟ فضلا عن أن ده من كبار علماء المسلمين، لابد أن نبقى عارفين قبره عشان نزوره وننتفع به وننتفع بالدعاء بجوار قبره، كل ده مطلوب. فما يجيش واحد جاهل يقول لي بقى أروح أفجر قبر الإمام الشافعي في مصر، أو أفجر قبر ستنا زينب أو السيدة نفيسة، هذا لا يصح. بل لا يصح بس، ده من أكبر الكبائر. فما بالك لو كان ذلك في ملكهم، فإن أغلبهم دفنوا في أراضيهم وبيوتهم المملوكة لهم، والمسلم حرمته ميتا كحرمته حيا سواء بسواء، فلا يحل التعدي على بيته بعد وفاته كما يحرم التعدي عليه في حال حياته. ترضى انت وانت حي كده حد يخبط عليك في بيتك وتفتح له الباب يروح زقك ويدخل يكسر بيتك ويرمي هدومك ويطردك بره بيتك بحرمة ان هو بيحافظ على الشرك، بيحافظ على التوحيد وبيمنع الشرك؟ ترضى هذا وانت حي؟ حرمته ميت كحرمته حي سواء بسواء. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان ايه، ان الميت لما تكسر عظمته هو ميت كأنك كسرته حي، يتأذى ويتألم. فكسر عظمه ميتا ككسرها حيا، تصور الى هذه الدرجة. وده محتاج ايمان بالغيب، نحتاج ايمان بالغيب. عشان تؤمن بهذا لازم تبقى مؤمن بالغيب، لان الميت لما بتكسر عظمته ما بيقولش اي في الحس يعني، يبقى لابد انك انت تبقى مؤمن بالغيب. يبقى اللي هم بيشككوا في هذه الامور يبقى مش مؤمنين بالغيب، يبقى عليهم انهم يراجعوا ايمانهم مرة اخرى. فلا يحل التعدي على بيتي بعد وفاتي كما يحرم التعدي عليه في حال حياتي. هذا خلاصة المسألة باختصار، دي الحكم الفقهي بقى اللي عليه المسلمين باختصار. هنجيب لك بقى الشبهات اللي هي طرأت في ذهن هؤلاء السلفية الوهابية القرنيين اللي خلتهم يقولوا لا هنهد ونعم. ايه الشبهات؟ عندهم بعض الاحاديث فهموها غلط، هنقرأ الاحاديث دي ونشرحها لهم بالطريقة اللي فهمها المسلمين علشان يستريحوا ويعرفوا اننا بنعمل بالاحاديث دي، ما بنعطلش الاحاديث دي لكن بنعمل بيها بالفهم الصحيح. هذا خلاصة المسألة باختصار، بدأت بها لمعرفة ما أجمع عليه المسلمون في المسألة قبل مناقشة شبهة المخالفين والخارجين عن الإجماع وتسموا بالسلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية. كل دي أسماء لفكر واحد، وليهم مجلة اسمها مجلة التوحيد، وليهم حزب اسمه الأصالة، وليهم حزب اسمه النور في مصر، وليهم قنوات تلفزيونية فضائية كقناة الناس وقناة الرحمة وغيرها. كل ده علشان نعرف ان الناس دي بتتكلم ازاي. فاحنا مش عايزين بقى نتكلم بالمتغطي، يعني هنتكلم بالمكشوف، لان هم كشفوا وجوههم. فطالما كشفوا وجوههم احنا هنعرفهم ان احنا عارفينهم من قبل ما يكشفوه. او القرنيون نسبة لقرن الشيطان، كل دي مسميات في بلاد مختلفة. يعني بعض العلماء في كتابهم سموهم القرنيون لأن النجد يخرج منها قرن الشيطان فسموهم القرنيون نسبة لهذا، وبعض العلماء سموهم الوهابية لأن هذا الفكر أول ما نشأ على لسان محمد بن عبد الوهاب فنسب إليه، وبعض العلماء سموهم السلفية لأن هم سموا نفسهم السلفية، وبعض العلماء سموهم النجدية لأنهم نشأوا من نجد، وهكذا. علشان بس ايه ما يغركش التسمية الكثيرة وهي كلها تدل على فكر واحد. كما ورد في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري عندما دعا صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة ولليمن بالبركة، فقيل له ولنجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عندها يطلع قرن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الفكر من قبل نجد، فهو مذهب شيطاني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ادى الى الفرقه والجدال والمراء وسوء الظن بالمسلمين واستباحه اعراضهم بطعنهم في اغلى ما يملكون وهو دينهم، فاعتقدوا فيهم الشرك وسموا زوار قبور الانبياء والصالحين بعباد القبور كما هو مكتوب في كتبهم الى يومنا هذا.
وفي منشوراتهم، وهذا بهتان عظيم، فإن من اعتقد في مسلم الشرك وهو منه بريء فقد باء هو بها واستحقها، لأن تكفير المسلم صحيح الاعتقاد هو نفسه كفر، كما يعتقد ذلك غير المسلمين بالمسلمين. أدلة اتخاذ المساجد والقباب على القبور. الدليل الأول قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورة الكهف آية 21. والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، اعملوا متحف، دول الكفر. لكن المؤمنين قالوا إيه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم، فإن الله تعالى إذا حكى في كتابه عن قوم ما لا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وبطلانه، إما قبله وإما بعده، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإنه أعقبه بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وقوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد عليهم سبحانه وقال: فقد جاءوا ظلما وزورا، إلى غير ذلك من الآيات. يبقى ربك لما قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لو كان هذا خطأ لكان قال بعدها مباشرة: وما ينبغي لهم أن يتخذوا مسجدا. مثلا كونوا ربنا قال كده وسكت ونسب هذا للمؤمنين لما غلبوا على أمرهم وسكت، دليل على أن الله أقر هذا الاختيار، واضح؟ لأن الله لا يقر الفساد، أي أمر فاسد في القرآن ذكره القرآن تلاقي ربك سبحانه وتعالى يضل يرد بعده أو قبله يبين فساد هذا الأمر، وامسك القرآن من أوله لآخره تجد هذا مستقر فيه. ومن تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولا كان أو عملا، لأنه كتاب كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على العالمين. فإن قيل، ممكن يجي المخالف يرد عليه يقول لك هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك، يعني ممكن واحد يقول لك ان ده شرع من قبلنا واحنا شرعنا قال لنا ذم الامر ده، يبقى المفروض ما نعملوش. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا يبقى دينان بارض العرب. وصح عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال لام سلمة رضي الله عنها حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما رأت فيها من الصور، قال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه دي الأحاديث اللي شوشت على الوهابية الأمر وخلتهم يذهبوا لهذا. هنفهمها إزاي الأحاديث دي بقى؟ فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن الله تعالى حكى ذلك وهو قول لنتخذن عليهم مسجدا عن المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة حكاه عن اليهود والنصارى، وفرق بين حال الفريقين، فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بأثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة، أما اليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى. فالدليلان غير متواردين على محل واحد، الأحاديث دي بتتكلم على ناس كفار والآية بتتكلم على ناس مؤمنين،
فازاي اجيب الاحاديث اللي بتتكلم على الكفار اوردها على المؤمنين، والاحاديث اللي بتتكلم على المؤمنين اخليها على الكفار؟ ازاي؟ اذا كان الكافر لما بيروح للقبر بيعبده، والمؤمن لما بيروح للقبر بيسلم عليه ويدعو هناك ودنه منصرف. فرق بين من يعبد ومن يدعو دعاء ويمشي. وبالتالي يبقى الدليلان غير متواردين على محل واحد، دي اول حاجة. الحاجة الثانية، الوجه الثاني، وهو انه لو كان كل من بنى على المسجد قبرا ولو للتبرك والزيارة ملعونا كما في الحديث، لكان هؤلاء المؤمنون الذين حكى الله عنهم ملعونين ايضا داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا ملعونين لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم. فدل ذلك على أن فعل هؤلاء القوم غير فعل اليهود والنصارى الذين لعنهم الله تعالى على لسان نبيه، وأن فعل هؤلاء المؤمنون جائز لا شبهة فيه، كما أنه لا شبهة لنا فيه، لا من جهة اتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم، ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل بشريعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصريحه وتلويحه. ده الرد الثاني، الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التماثيل. فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم، والمسلمون لا يفعلون ذلك، لا عبادة للصالحين ولا وضع تماثيل لهم أو صور عند قبورهم. أنت زرت أي قبر فيه والي لقيت تمثال؟ ما لقيناش تمثال. زرت أي قبر الوالي لقيت مسلمين بيعبدوه؟ بيزوروه. بعضهم يسيء الأدب أثناء الزيارة، يقبل العتبة يعمل بتاع، نعلمه، نقول له عبر عن زيارتك بطريقة مهذبة بس، لكن هذا الفعل لا يدل على أنه بيعبده، لأن احنا بنقبل الحجر الأسود وما بنعبدش الحجر الأسود، فالتقبيل في حد ذاته ليس علامة العبادة. فكونه بيقبل رخامة ولا حديدة مش معناه بيعبدها. ما كل المسلمين بيقبلوا الحجر الأسود ما بيعبدوش الحجر الأسود، ده تعبير عن الحب. ممكن نقول له ما فيش داعي تعبر عن الحب بالطريقة دي، لأن ده بيشوش على الناس أمور دينهم، لكن ما اتهموش بالكفر. دي نقطة مهمة. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد: الأولئك شرار الخلق. وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق، وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الناس. وأيضا علم الله سبحانه وتعالى وأعلم نبيه أن أمته سيتفقون سلفا وخلفا على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء. وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة، وكم لهذا الإمام من 1000 نظير في المشرق والمغرب يشدون الرحال لزيارة قبور الأولياء والصالحين بلا نكير. فيلزم من هذا التناقض، يبقى الأمة اللي هي خير أمة من أخرى للناس تبقى هي شرار الناس. إزاي تبقى شرار الخلق وهي خير أمة؟ دل على أن شرار الخلق هم الذين يعبدون المقبورين، وأمة المسلمين لا تعبد المقبور بل تزور المقبورين استئناسا بهم وتبركا بهم والدعاء لهم ولأنفسهم عند قبور الصالحين. أدي اللي بيعمله المسلمين على مر العصور. فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى في فضيلة هذه الأمة وخبر الرسول بأن الذين يتخذون القبور مساجد أولئك شرار الخلق، وأن هذه الأمة أجمعت منذ السلف الصالح أن تبني على قبر نبيها المسجد وكذلك قبور الأولياء والصالحين منها، فتكون العلة مختلفة بين الخبرين. يبقى أولئك شرار الخلق لأنهم عبدوهم من دون الله، وأمة النبي خير أمة خرجت للناس لأنها لا تشرك بالله شيئا. الوجه الخامس أن هذه الأحاديث معللة بخشية العبادة كما تقدم، فلا يكون تشريعا عاما في كل زمان، بل هو تشريع مؤقت بزمن خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك. أما بعد ارتفاع خشية العبادة واستقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخا لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرده، فإنه تزول علة النهي ويعود الحكم إلى الأصل وهو الجواز. ومن أمثلة ذلك
احيانا النبي ينهى عن امر في الاول علشان كانوا حديثي عهد باسلام لحد ما يستقر الايمان في قلوبهم ثم يبيح الامر. كتير حصل كده. امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى الناس عن زيارة القبور، ثم لما استقر الايمان في نفوسهم اباح لهم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة، وفي حديث اخر: فانها تزهد في الدنيا. قال: ولا تقولوا هجرة، يعني كلام سيء عند القبر ما يليقش، يعني من ايه؟ من عدم الاعتراف بقضاء الله والرضا بقضاء الله والحاجات اللي بيحصل والولولة والصراخ وقطع الثياب وشق الثياب، كل ده منهي عنه. فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الاحاديث لدليل الآية، وثبت المطلوب منها وهو الجواز، وهذا ما عليه الأمة سلفا وخلفا والله أعلم. الدليل الثاني أن الله قضى باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل، والنبي عند ربه جل وعز أعلى قدرا وأحمى جانبا من أن يقع بجسده الشريف ما هو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعل. مسجد النبي ده من أشرف المساجد، عندنا أشرف المساجد في الأرض ثلاث مساجد، فيستحيل أن ربنا يجعل أشرف من واحد من ثلاث أشرف مساجد يبقى فيه أمر منهي عنه وملعون فاعل. وقد أجمعت الأمة من لدن الصحابة بإدخال القبر الشريف في المسجد بعد توسعته. فهمت إزاي؟ فالأمة أجمعت على ذلك. طب لو قال لك ده خصوصية للنبي، طب يعني هو يجوز عبادة النبي عشان نقول خصوصية للنبي من دون الله؟ طب ما هو حرام عبادة النبي زي ما حرام عبادة الولي، يبقى مش خصوصية للنبي. ثانيا مدفون مع النبي اثنين مش أنبياء، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فمنين خصوصية للنبي؟ واضح؟ فدل على أن الأمر فيه الجواز. الدليل الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البناء، النبي نفسه أمر أن يدفن في البناء، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما قبر نبي إلا حيث يموت، كما أخبر الصديق رضي الله عنه الصحابة حين اختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على دفنه في بيت عائشة حيث قبض صلى الله عليه وسلم، وهو دليل صريح على وجود البناء حول القبر، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤول إلى دخوله في مسجده الشريف عندما تكسر أمته ويتسع مسجده. خد بالك أن النبي عرض عليه عمل أمته اليوم القيامة، فالنبي كان عارف أن مسجده حيدخل في قبره، خد بالك عارف دي كويس، لأن ربنا عرض عليه عمل أمته اليوم القيامة. وبذلك أمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده للصلاة فيه، ورغب في ذلك بقول: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقال: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فدل على اتخاذ المسجد على قبره الشريف، وأن هذا تم في عصر الصحابة والتابعين والسلف الصالح دون نكير، وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى. طب ليه من باب أولى في حق غيره؟ لأن الفتنة في قبر النبي أشد. إذا كانت الفتنة هو عبادة المقبور لعظمته، فما فيش أعظم من النبي مخلوق، فإذا كان جائز في أعظم مخلوق يبقى من باب أولى أي ولي تاني، الولي هيروح فين في النبي؟ فهمتوا؟ عشان كده من باب أولى يجوز في غيره، لأن الفتنة في غيره أخف. واضح؟ لأن ما يخشى من الفتنة بقبره صلى الله عليه وسلم أعظم مما يخشى من الفتنة بقبر غيره من الصالحين، لأن الفتنة إنما تقع من جهة التعظيم، ولا يوجد في الأمة من يعظم قبرا أكثر من قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من كده ما عبدناش قبر النبي، ولا عبدنا النبي، ولن نعبد النبي إلى أن يتوفانا الله، إلى أن تقوم الساعة. حتى المسلمين اللي ما تولدوش لسه مش هيعبدوا النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، فقبل الله دعوته. خلاص الأمر منتهي. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، وفي رواية أخرى: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد روى الطحاوي وغيره بأسانيدهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
وفي رواية مالك في الموطأ النسخة المطبوعة مع شرح تنوير الحوالك للسيوطي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ونحن نعلم بالضرورة أن المنبر والبيت لم يكن لهما هذا الفضل لمجرد أعواد المنبر وحجارة البيت وطينه، فإنه لا فضل لخشب على خشب ولا لحجارة على حجارة، بل ولا دخل لهما في وجود فضيلة في الدين البتة، إنما الشرف لجوار القبر الشريف. فالمراد هو القبر، لأن الفضل راجع إليه لا إلى البيت. وقد قال الطحاوي في مشكل الآثار أن الجمع بين الروايتين وهي بيتي ومنبري ورواية قبري ومنبري علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، لأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرض التي تموت بها، لقوله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأعلمه الموضع الذي يموت فيه والموضع الذي فيه قبره حتى أعلم بذلك في حياته، وحتى علمه من علمه من أمته، فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله بها شرفا وخيرا. الدليل الخامس: إجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته، وإجماع التابعين ومن بعدهم على ذلك كما هو مشاهد إلى يومنا هذا في مسجده الشريف. بل سيدتنا عائشة ظلت في حجرتها تصلي بجوار القبر الشريف أكثر من 40 سنة، توفيت بعد النبي من أكثر من 40 سنة، عايشة في حجرتها وقبر النبي عندها بجوارها تصلي بجوار القبر، ولم ينهى أحد من الصحابة ويقول لها: إذا أردت أن تصلي خرجي صلي في الخارج. لم يحدث ذلك، ولا إجماع من الصحابة. سيدتنا عائشة نفسها من فقهاء الصحابة الكبار، لو تعلم أن الصلاة بجوار القبر مكروهة أو حرام أو باطلة كما يدعون ما فعلتها، ولو كانت لا تعلم لكان نهاها الصحابة العلماء، زي سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش يسكت، ولا سيدنا عمر بن الخطاب، ولا سيدنا علي بن أبي طالب، ما كانش حد يسكت. دل على أنهم يجيزون الصلاة بجوار القبر الشريف. واضح؟ كل ده موجود عليه عمل الأمة لحد ما جاء الفكر الغريب ده شوش على الناس أمور دينهم. الدليل السادس: أن الصحابة بنوا مسجدا على القبر في حياته صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بصير، ورواها أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن شهاب في قصة صلح الحديبية في آخرها أنه اجتمع مع أبي بصير عند جدة البحر أو سيف البحر بجوار مدينة جدة حاليا، أبو جندل والمستضعفين من المؤمنين في مكة، وأناس من بني غفار وأسلم، وطوائف من العرب، حتى بلغوا 300 وهم مسلمون، فأقاموا هناك وقطعوا على قريش طريق تجارتهم إلى الشام. أنت عارف في صلح الحديبية شرطوا على النبي إن اللي يجيله مسلم يرجعوا لهم تاني، مش كده برضو؟ واللي يكفر من المسلمين هناك يرجعوا له. شوف قد إيه. فالنبي وافق، فجاء أبو جندل راح للنبي، فراح النبي قال له: روح هناك ارجع عشان المعاهدة كده. فأبو جندل ما قدرش يرجع، هيعذبوه هناك، راح قعد عند سيف البحر على طريق التجارة بتاعته، وأصبح كل واحد مسلم في مكة يروح على أبو جندل يعيش معاه، لأنه عارف لو راح للنبي هيرد. فاجتمع مع أبو جندل 300 قاعدين هناك قاطعين على قريش طريق التجارة. كويس. فجت قريش قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: احنا متنازلين عن الشرط ده، خدهم خليهم عندك مش عايزينهم، لان قطعوا عليهم التجارة وتنازلوا عن هذا الشرط. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت لأبو جندل رسالة قال لهم: اقدموا الي تعالوا لي. كويس. حتى ان زعماء قريش ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقدمهم عنده الى المدينة على خلاف ما شرطوا في صلح الحديبية، فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جندل وأبو بصير يموت. أبو بصير كان في الوقت ده لما جاء كتاب النبي كان بيحتضر على فراش موته، فمات وكتاب رسول الله بيده يدعوهم إلى القدوم إلى المدينة، فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجدا. انتهى باختصار. وهذه القصة أوردها ابن حجر العسقلاني أيضا في الشرح، وابن حجر العسقلاني من حفاظ الأمة، ولا يورد في فتح الباري إلا ما كان مقبولا عند الأمة، فأوردها الإمام ابن حجر العسقلاني
في الشرح حديث صلح الحديبية الطويل في صحيح البخاري، ممكن ترجع له في الجزء الخامس والجزء السادس من فتح الباري شرح صحيح البخاري، هتجد ان هو اورد هذه القصة سيدنا ابن حجر العسقلاني، ان بني مسجد بجوار قبر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بنائهم المسجد على قبر ابي بصير ولم يأمرهم بهدمه، وكان ذلك زمن الوحي والبلاغ، فلو غاب عنه شيء أخبره الوحي، فلما لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه، وأن إخباره في حديث لعن الله اليهود والنصارى يحذر ما صنعوا ويخبر بفعلهم وأن أمته لا تفعل مثلهم. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بفتح بيت المقدس، وأن الصحابة أيضا فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين، ولم يهدموا قبور الأنبياء بالشام والعراق وبيت المقدس. وأما ما نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه في قبر دانيال وأمره بهدم الحائط للقبر، سيدنا عمر أمر بهدم الحائط الذي بجوار قبر دانيال، ليه أمر بهدم الحائط؟ لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية، لأن الجدار ده كاتبين عليه شوية كلام زي الكهنة بيخبروا عن أمور غيبية، فسيدنا عمر قال لهم اهدموا هذا الجدار، ما قال لهمش بقى اهدموا القبر ولا انبشوا القبر، اهدموا الجدار. واضح؟ فالصحابة ما عملتش كده. قبر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب موجود في الخليل، والمسلمين فتحوا هذه البلاد من عصر الصحابة وما هدموش هذه القبور ولا انتهكوا حرمتها، بل بنوا مساجد بجوارها وصلوا وعاشوا كده. معاوية بن أبي سفيان اشترى كنيسة كبيرة في دمشق من النصارى وبناها مسجد، اشتراها منهم وبناها مسجد. لما بناها المسجد وجد في داخلها قبر ليوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى، فأمر الناس ألا يهدموا القبر وصور حوله جدار وجعله في وسط المسجد اللي هو المسجد الأموي، موجود في دمشق الآن. لما تروح تزور المسجد الأموي ده مبني من أيام معاوية بن أبي سفيان، من أيام الصحابة، إلى الآن في وسط المسجد قبر ومقصورة كده ومضيئة منورة، قبر سيدنا يحيى. يبقى الصحابة ما هدموش قبور الأنبياء وبنوا المساجد حولها، ده فعل الصحابة. ثم يدعون هم من السلف الصالح، أي سلف وأي صالح؟ هم من الخلف الطالح، دي الحقيقة بقى، هم من الخلف الطالح، وحقنا نقول كمان خلف مش خلف، لأن خلف تملي بفتح اللام للصالح، وخلف بسكون اللام للطالح، فهم خلف طالح وليس سلف صالح، دي الحقيقة، لأن السلف الصالح عمل كده. احنا بنقول الكلام ده عشان لما نقابل ربنا يوم القيامة ونموت يبقى نصحنا للمسلمين، والله بنقولها كده تبرئة لذمتنا، بغض النظر عن ان هم يعادونا وما يعادوناش، هم اخواننا وندعي لهم ان هم ربنا يعلمهم، لو كانوا جاهلة ادي احنا بنعلمهم، لو كانوا هم مش جاهلة بقى وعارفين وبيعملوا على العكس يبقوا اعدائنا، يبقوا اعداء للمسلمين، والعداوة تبقى واضحة، قد بدت البغضاء بيننا وبينهم، إن كانت المسألة عداوة، إن كانت المسألة جهل فإحنا بنعلمه ونرجو أنهم يتعلموا، ولكن نتمنى ليهم أن ربنا يردهم إلينا ردا جميلا، وربنا سبحانه وتعالى يهديهم، وربنا يعلم ليس في قلبي شيء لمسلم ولو خالفني في الرأي، ويشهد الله على ذلك، لو كنت كذاب يموتني الوقت، يشهد الله على ما في قلبي، ليس في قلبي شيء لمسلم ولو خالفني في الرأي، والحمد لله وألقى الله على ذلك، لكن ده إحقاق للحق، نقول الحق وما نكرهش المسلمين، المخالفين ما نكرههمش، لكن نقول لهم الحق ونعلمهم وندعي لهم، ويوم القيامة هنشفع فيهم ويشفعوا فينا، لأن المسلمين هيشفعوا ببعض، أهل القرآن هيشفعوا ببعض، والمسلمين الصالحين يشفعوا ببعض، والمصلين في المساجد هيشفعوا ببعض، وهكذا هي أمة كلها شايلة بعضها. الدليل السابع، احنا قلنا ان الصحابة فتحوا بيت المقدس وفيها قبور لانبياء كثيرين في الشام والعراق وغيرها، وما نقل عن سيدنا عمر في هدم الجدار عند دانيال علشان مكتوب عليه
كلام من الكلام الغيبي اللي احنا منهين ان احنا ننشغل بيه. وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في التنفير من كل علم يخالف القرآن والسنة، يخشى أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة. وأما باقي القبور لم يهدمها، لأنه لم يكن عليها شيء مما كان على قبر دانيال، فالهدم كان للكتابة وليس للقبر. الدليل الثامن أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام. خد بالك أن سيدنا محمد نفسه عارف أن في أنبياء مدفونين جنب الكعبة، وفي أنبياء مدفونين جوه الكعبة، ومعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولو كان وجودهم داخل الكعبة خطأ لكان أمر بالحفر وإخراج جثمانهم، لأن أجسادهم زي ما هي ودفنها خارج الكعبة. لم يفعل ذلك النبي. سيدنا إسماعيل النبي جد نبينا ابن سيدنا إبراهيم مدفون فين؟ مدفون في الحجر داخل الكعبة. طب وسيدنا إسماعيل نفسه دفن أمه هاجر فين؟ دفنها جوه الكعبة، ولما مات أوصى أبنائه يدفنوه بجوار قبر أمه. يبقى احنا بنطوف حوالين الكعبة وجواها قبر سيدنا إسماعيل وجواها قبر ستنا هاجر. ولو كان هذا يؤدي للشرك لكان أمر النبي بنفش الأرض دي وإخراج أجسادهم، لأن الأرض اللي تأكل أجساد الأنبياء، وأخرجها خارج الكعبة. يبقى هم عايزين يعملوا حاجة النبي ما عملهاش، ويدعوا أنهم أهل سنة. فخد بالك هم الجهلة فاحذرهم. أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام، جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام. عارف ابن كثير في البداية والنهاية أي الإيه؟ بيقول وما بين زمزم والمقام قبر 70 نبيا. أي كده في البداية والنهاية، روح ارجع لها وإقرأ لابن كثير. 70 نبي بين زمزم والمقام مدفونين هناك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم نوحا وهودا وصالحا وشعيبا. وكذلك ورد أن قبر سيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وقبر أمه هاجر في الحجر. وانتوا عارفين أن الحجر ده من داخل الكعبة، عشان احنا بنطوف خارجه لأنه من داخل الكعبة. فلو كان وجود القبر في المسجد محرما لذاته لنبش النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم ودفنهم خارج المسجد، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنهم أحياء في قبورهم. فلما لم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن وجود القبر في المسجد أو أن بناء المسجد على القبر ليس محرما في ذاته، وإنما ذلك لعلة عبادتها التي بانتفائها ينتفي حكمها. وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشريفان، وقد شاء الله تعالى وقدر أن في كل منهما قبور متعددة، ففي حرم المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبر رابع سيدفن فيه سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في أخبار كثيرة، تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسيا بالحرمين الشريفين. فكل مسجد ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل، قليل البركة، عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرافها. واضح الدليل ده؟ احفظه وافهمه. الدليل التاسع، يعني انت لو يقولك ان المسجد ده مدفون جواه ولي والمسجد ده مفهوش ولي، وبتختار تروح تصلي في المسجد اللي بجوار الولي، لأن معلوم أن قبر الولي أو المسلم الصالح حول ملائكة يؤمنون على الدعاء، وأن الصلاة بجوار هذه القبور فيها بركة كبيرة وأرجى للقبول، وأن هذا المسجد اللي فيه قبر الولي يشبه المساجد الشريفة الكبيرة الكعبة ويشبه مسجد النبي. واضح؟ على خلاف ما يعتقدون هؤلاء الجهلة دلوقتي بيعملوا يفقه، يقول لك المسجد ليس به ضريح علشان يخش يصلي بيه، مش كده برضو؟ يعني عندك مسجد المسبح في السيدة عيشة ده قدام مسجد ستنا عيشة، اللي ماسكه هناك المسجد ده شوية عيال صنايعية وهبية، واخد بالك؟ قاموا عاملين ايه؟
كاتبين يافطة كده منيرة، المسجد ليس فيه ضريح، علشان يعني تخش كده بقلب جامد تصلي، لحسن ايه تعدي الشارع تروح تصلي عند مسجد السيدة عائشة هناك الضريح. شفت الجهل اللي عندهم، لدرجة بعضهم يجي يخش المسجد يسألك وانت بتقلع الجزمة يقولك انت من اهل الحي، تقول له اه، يقولك المسجد ده فيه ضريح، تقول له ايه يعني، لو كان فيه ضريح بقول له اه فيه ضريح، ما احنا مش هنكذب عليه، واخد بالك، ولو ما فيهوش ضريح، لو فيه ضريح بقى تبص تلاقي ايه بعد ما كان هيدخل يروح مروح ويدور على مسجد تاني، شوشوا على الناس امور دينهم. الدليل التاسع، الوسائل لها حكم المقاصد. دي قواعد أصولية، هم جهلة بالأصول على فكرة، الوهابية جهلة بالأصول. دي اسمها الوسائل لها حكم المقاصد، زي السبح وسيلة لضبط العدد، هم عندهم السبحة بدعة ضلال، لأن ما يعرفوش أن الوسائل لها حكم المقاصد. السبحة وسيلة لضبط العدد، والنبي أمرنا بعدد معين، إن نختم الصلاة بعدد معين، فلما النبي أمرني أن أنا أضبط عدد معين يبقى الوسيلة التي تضبط العدد تأخذ حكم المقصد، فإذا كان المقصد وضبط العدد وهو سنة تبقى السبحة سنة، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. لكن هم ما يفهموش، تيجي تقول له كده ما يفهمش، يقولك حديث ده الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ده حديث قاله النبي، مش بيقولوا كده، نقول له لا ليس بحديث ولم يقله النبي، ولكن هذه قاعدة أصولية اتفق عليها جميع فقهاء المسلمين واستنبطوها من الشرع الشريف. يقول خلاص طالما استنبطها الفقهاء وليس بقول النبي يبقى خطأ. الأمة لا تجتمع على ضلالة يا أستاذ، يا حول الله. هو لما ربنا يقول لك أقيموا الصلاة يبقى معناها أنك أنت لابد أن تجيب الثوب الطاهر وتستر عورتك وتستقبل القبلة وتتوضأ قبل ذلك. طب قال لك ده كله ولا قال لك أقيم الصلاة؟ طب عشان تقيم الصلاة لابد تستر عورتك، يبقى معناه لازم تروح تشتري قماش، ولازم تروح تفصله تستر بيه عورتك، ولازم تعرف النجاسات عشان تحميها من الثوب، ولازم تعرف اتجاه القبلة، ولازم تعرف ازاي تتوضأ، وعشان تتوضأ لازم تجيب مية، وعشان اجيب المية اجيبها ازاي، لابد اجيبها في وعاء وإناء، يبقى الإناء لابد منه عشان اجيب المية. وعشان كده تلاقي الفقهاء يكتبوا لك ايه احكام الانيه، لان الاناء وسيله الماء الذي هو وسيله الطهاره، فالاناء وسيله الوسيله. وعشان كده تلاقي الفقهاء يقول لك حكم الانيه حكم المياه، كل ده علشان يؤهلك تصلي. هو انا لما اقول لك هات لي كوبايه هات لي اشرب دلوقتي، لما اقول لك كده هات لي اشرب تقوم تجيب لي الميه في ايدك كده، ولا هتجيبها لي في زجاجه او تجيبها لي في كوب؟ طب انا قلت لك هات كوب، لان الكوب وسيله اتيان الماء وهو وسيله تنفيذ الامر، فالوسائل لها حكم المقاصد. اي عاقل بيقول كده، لكن هو تقول له القاعده دي يقول لك هو قالها النبي؟ ما قالهاش النبي يبقى انا ماليش دعوه بيها. هو ما فيش عقل. هو النبي لما قال لنا احفظوا القرآن وعلموا القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال لنا ابن كتاب؟ قال لنا ابن كتاب؟ قال لنا هات الصفيحة دي وتكتب عليها الآيات زي ما كان أجدادنا يحفظوا خمس آيات بخمس آيات ويكتبوها لهم على اللوح؟ قال لنا ده كله؟ قال لنا علموا الناس القرآن. طب ما وسائل التعليم إن أنا أجيب لوح وأكتب وأحفظ الناس، يبقى معناه كده إن أنا عشان أحفظ الناس القرآن أجيب اللوح. طب والنبي قال لنا هات لوح؟ هات لنا هات ريشة وتكتب؟ ما قالناش، يبقى لا لوح ولا كتاب. أمال أحفظ الناس القرآن إزاي يا ابني؟ ما هو النبي قال الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فهمت بقى المسألة؟ لكن هم لا حول ولا قوة إلا بالله. الدليل التاسع، أصل أنا مرة بقول للواحد منهم من 20 سنة كنت بناقشهم، دلوقتي بطلت أناقشهم. واخد بالك ليه؟ لأن أنت لما تناقش واحد جاهل ومش عايز يمشي مع القاعدة يغلبك. طب هات انت واحد ما يعرفش اللغة العربية تقول له الفاعل مرفوع، يقول لك يعني ايه مرفوع؟ يعني اشيله كده مرفوع؟ يعني اشيله كده؟ يعني ايه فاعل اصلا؟ لا عارف فاعل ولا عارف مرفوع. وبعدين يبقى جاهل شوية يقول لي طب وليه نرفعه؟ ما نخليه منصوب احلى.
ايه رايك؟ هرد عليه اقول له ايه طيب؟ هيغلبني. ما هو ما تناقش جاهل يغلبك، لانه ما عندوش قاعده يرجع ليه. لكن لما يبقى واحد عالم وعنده من العلم القواعد والاصول، عشان كده تلاقي الناس دي تقعد تناقشهم تتعب وما توصلش لحاجه، لان ليست عندهم قواعد في ذهنهم. فما تعرفش ترجع لهم لقاعده تقنعهم بيها. تيجي تجيب له قاعده يقول لك قالها النبي؟ لا ما قالهاش النبي، لك مش دعوه بيه. طب امال هنتفاهم ازاي؟ ما القواعد دي وضعها الفقهاء بناء على الشرع الشريف، مش انا اللي واضعها والله. ده الفقهاء اللي وضعوها من لدن الصحابه وفهموا بيها الشرع الشريف. هنتفاهم ازاي؟ مره واحد بيقول لي على السبحه، ايه وقالت ماسك سبحه ليه؟ قلت له الوسائل تاخذ حكم المقاصد. قال لي حديث ده؟ قلت له لا مش حديث. قال لي ماليش دعوه. طب خلاص مالكش دعوه بيا بقى، سيبني بالسبحه. بتكلمني ليه؟ وبعدين لقيته حطت المصحف، حامل المصحف وحطت المصحف. قلت له طب وحامل المصحف ده كان من ايام النبي؟ الخشب ده اللي انت حاطه عليه المصحف؟ المصحف اللي قدامك ده المطبوع ده كان ايام النبي؟ طب بتقرا ليه وحطه الحامل ليه؟ فالوسائل تاخذ حكم المقاصد، سهل بسيط. الوسائل لها حكم المقاصد، وما لا يتوصل الى المطلوب الا به فهو مطلوب. عارف انت ايام النبي كان في مآذن في المساجد؟ ايام النبي مش في مآذن، المنارات دي اللي بتبنوها اللي هي اصلا مظهر مساجد المسلمين الان. المنارات لم تتخذ الا في عصر الصحابه والتابعين. ليه المناره؟ لان المناره تؤدي لمقصود الشرع، وهو ايصال صوت المؤذن لاكبر مسافه ممكن. فالصحابه لما كبر المسجد وكتر الناس واتسعت المدينه، احتاجوا ان هم يعملوا حاجه مرتفعه يصعد فيها المؤذن، يوم ما يأذن يسمع كل المدينه. يبقى المقصد من الاذان ايه؟ الابلاغ. والمناره تعين على الابلاغ، فاصبحت المنائر والمنابر والمآذن اصبحت مطلوبه شرعا، لانها تحقق مقصود الشرع. فما يجيليش واحد يقول لي احنا هنهد المآذن. ليه يا ابني؟ يقول لك اصل النبي ما بناهاش. ما ينفعش، النبي لم يبنيها لانها لعدم الحاجه اليها. ايام النبي كان مؤذن واحد يسمع المدينه كلها. انما لما كترت المدينه وكتر الناس اصبح مؤذن واحد ما يسمعش، فاصبح الناس تعمل المآذن دي لانها تؤدي الى المقصود، وده باتفاق الامه. هم نفسهم بيبنوا مآذن، مش كده برضه في مساجد؟ طب يبقى هو بقى ايه يعني؟ خيار وفقوس، حاجات تعملها تؤدي المقاصد، وحاجات تانية عايز تنع عنها وهي تؤدي الى مقاصد مشروعه، علشان تعرف ان هم فهمهم غير منضبط على قواعد. الوسائل لها حكم المقاصد، وما لا يتوصل الى المطلوب الا به فهو مطلوب. واحترام قبر الميت المسلم بعدم الجلوس عليه والمشي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرع، وضده محرم منهي عنه اشد النهي. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان في الصحيح. وبالضروره نعلم ان القبر اذا بقي دون بناء حوش حوله او بيت او قبه عليه فهو بلا شك معرض للمشي فوقه وللجلوس عليه واندراس اثره، كما هو مشاهد بالعيان من مرور الناس فوق القبور التي لا بناء عليها. وربما يجهل أن هناك قبرا فيبول ويتغوط فوقه، بخلاف القبور المحفوظة بالبناء. فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه، وفيه مصلحة الحي بامتثال أمر الشارع وعدم اعتداء على الحدود، وكونه سببا موصلا إلى ذلك، كان مطلوبا لا محالة. يبقى البناء حول القبور ده مطلوب لا محالة لتنفيذ أوامر شرعية كثيرة، لأنه سبب موصل إلى المقصود فيكون له حكمه. وأيضا زيارة القبور مطلوبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ورغب فيها. وفي زيارة قبره المعظم صلى الله عليه وسلم فقال في الأول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. وقال في قبره الشريف: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهو حديث صحيح
له طرق متعددة أفردها الحفاظ بالتأليف، ومنهم التقي السبكي وكتابه مطبوع متداول. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر الوالدين وزيارة قبر الأصدقاء والسلام عليهم. وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيرا عظيما في تنوير الباطن، لا سيما قبور الأولياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبور بعضهم مستجاب، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في قبر موسى الكاظم ببغداد حررها الله: إنه الترياق المجرب، يعني المجرب في قبول الدعاء هنا. وهنا قبور كثيرة في مصر المحروسة مشهورة بذلك، منها قبر السيدة نفيسة وقبر الإمام الشافعي وقبر القطب البدوي وقبر السيدة زينب وسيدنا الإمام الحسين وغيرهم الكثير، مجرب الدعاء مستجاب عند هذه القبور، وغيرهم كتير. الدليل العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مزعون صخرة عظيمة، ده دفنه بإيده صلى الله عليه وسلم عثمان بن مزعون، وحط صخرة عظيمة عند قبره عشان يعلمه ويعرف مكانه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود وابن ماجة وجماعة. فهذا الحديث تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع، وإنما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدفن، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في شيء بل يقضي بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك. فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق في أن تكون بصخرة أو بغيرها، كما أنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعو الحاجة إلى إثبات العلامة. وكذلك يجوز ربط تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر، ويجوز أيضا كتابة اسم المتوفى على لوحة كده عشان الناس تعرف، كل ده يجوز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة أخيرة والرد علي حتى لا نطيل عليكم، هنقرأ الشبهة الأخيرة دي وخلاص. أنا لو عارف أنكم بتقروا ما كنتش قلتها لكم، كنت ساعتها، لكن بتاخدوها ما تقروش، أعمل لكم إيه؟ أحبسكم هنا وراء. دي الشبهة الأخيرة. ما رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ده حديث مشهور بيقولوه الجماعة الوهابية ومش فاهمين معناه، وحديث صحيح. فهمت بقى ازاي؟ عايزين نفهمه بقى ازاي. الحديث تاني، سيدنا علي بعت أبي الهياج وقال له ايه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رايح اليمن، النبي قال له كده، سيدنا علي بعته لليمن قاضي في حال ايه حياة النبي، فقال لسيدنا علي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا هدمته في طريقك لليمن يعني. كويس. ولمعرفة معنى هذا الحديث يفهم من وجوه: أولا، وهو الصحيح، أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدليل ذكر التماثيل معها، وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلاف بالنسبة لقبور المسلمين. يعني بقية الصحابة عمرهم ما هدوا قبور مسلمين وعارفين حديث سيدنا علي، يبقى دليل أن القبور اللي النبي قال له اهدمها هي قبور المشركين في البلاد اللي هو حمر عليها وكانت معظمة، فأراد رسول الله ألا يجعل قبرا مشرفا لمشرك معظم، فأراد هدمه ودرسه، خصوصا أن قبور المشركين لا حرمة له. فما ناخدش الأمر الموجه لقبور المشركين أحوله لقبر سيدنا الحسين وقبر ستنا زينب والقبر أولياء الله الصالحين والعلماء، ما ينفعش. واضح؟ لأن دول صالحين علماء كبار مسلمين لهم حرمتهم، ودي قبور مشركين لا حرمة لها. وقد علم أن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة في العصر النبوي، كما في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد قال، خارجة بن زيد العدوي ده من أحد اللي فتحوا مصر، سيدنا خارجة بن زيد العدوي ده من عيلة سيدنا عمر،
سيدنا خارجة بن زيد ده كان سيدنا عمر يقول عليه جيش لوحده، كان يعدل 1000 سيدنا خارجة بن زيد، لدرجة ان عمرو بن العاص في فتح مصر طلب مدد، قام سيدنا عمر بن الخطاب بعت له 4، قال له الواحد فيهم ب1000، الواحد فيهم ب1000. بعت خارجة بن زيد ده العدوي، وبعت المقداد بن عمرو والزبير بن العوام وأظن القعقاع، وقال له أبعث إليك 4 يعدلوا 4000، الواحد فيهم بجيش. سيدنا خارجة ده جاء مصر هنا وحضر فتوحات مصر، وعينه سيدنا عمرو بن العاص، عينه قاضي من القضاة. ومرة في يوم من الأيام سيدنا عمرو بن العاص قال له صلي بالناس الفجر، وكان في الوقت ده اتفق 3 من الخوارج اتفقوا ان هم يقتلوا معاوية بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب وعمر بن العاص عشان يخلصوا المسلمين بالفتنة على حسب فهمهم. فواحد راح الكوفة عشان يقتل سيدنا علي، واحد راح الشام عشان يقتل معاوية، واحد جاء مصر عشان يقتل عمر بن العاص. واضح؟ اللي راح الكوفة قتل سيدنا علي ونجح، واللي راح الشام معرفش يقتل معاوية بن ابي سفيان، واللي جاء مصر جاء صلى الفجر في الفجر اللي سيدنا عمرو قال للخارجة صلي بالناس، فراح قتل خارجة ظنا منه ان ده عمرو، فقبضوا عليه وخدوه كتفوه ودخلوه على ايه؟ على عمرو بن العاص. فبيقول تدخلوني على من؟ قالوا ندخلك على عمرو. قال لهم ومن قتلت؟ انا قتلت مين؟ قالوا له قتلت خارجة. قال اردت عمرا واراد الله خارجة. ومات في مصر هنا ودفن هنا في مصر في القاهرة سيدنا خارجة ابن زيد. المهم في صحيح البخاري بقى عن خارجة ابن زيد ده بقى العدوي، قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه أن أشدنا وثبا الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. ده حديث في البخاري، يعني كانوا بيتمرنوا الوثب يقوموا ينطوا فوق قبر سيدنا عثمان بن مزعون عشان يجوا على الناحية الثانية تدريب، دليل ان قبر عثمان بن مزعون كان في عصر الصحابة مرتفع، هو ده في البخاري، وان الصحابة كانت بترفع القبور عشان تمنع الجلوس عليها تبقى علامة، وتمنع انها تطأ بالاقدام، وتمنع ان الناس تصلي فوقيه، كل دي منهي لما يرفعها الناس تعرف. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع عليه صخرة، وكون الشاب لا يستطيع أن يثب عليه إلا أن يكون قويا شديدا يدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه، وذلك لا يمكن إلا بالتراب وحده، لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر قال رأيت قبر عثمان بن مضعون مرتفعا، فهذا صريح في أنه كان مبنيا بناء مرتفعا. ثانيا التأويل الثاني بقى لحديث ابن الهياج لا تدع قبرا مشرفا، التأويل الثاني يمكن أن يقال في هذا الحديث أنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق، لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبه، بل عند الحنفية قالوا بوجوب رفع البناء فوق القبر شبه، وعند المالكية باستحباب تسنيم القبر حتى لا يجلس عليه، وعند الشافعية تسطيح القبر. المالكية يقول لك تخلي سنم كده عشان الناس ما تعرفش تقعد عليه، ده المالكية. والشافعية قالوا يسطح ويكون مرتفعا حتى يعرف الناس ان ده مرتفع فلا يجلسوا عليه. يبقى دي الأئمة الكبار هم دول السلف، هم دول السلف، والآخر يقول لك احنا سلفية. فين السلف بقى؟ عشان تعرف ان في سوء تفاهم. ثالثا أنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيمها، ولذا فيحتمل إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد كما في الوجه الأول. خلاصة الأمر بقى الحمد لله خلصنا، وبهذا تعلم خطأ من يتمسك بهذا الحديث وغيره ويذهب إلى وجوب تسوية القبور وهدم ما عليها من البناء والقباب من المتمسلفين كالقرنيين الذين فعلوا ذلك بقبور الصحابة والأولياء والصالحين بالمدينة ومكة وغيرهما مما احتلوه من البلاد،
وأما أرضهم فلم يجعل الله منها وليا ولا صالحا منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا هذا. هات لي ولي في نجد، ما حصلش. نتحداه، نجد، روح نجد دور على ولي هناك، ما فيش، ربنا حرمهم الولاية. هات لي واحد فيهم بيشوف النبي في الرؤيا، محرومين. فخد بالك، احنا الحمد لله كتير منا بيشوف، جيراننا بيشوفوه، تمشي تكعبل في اللي بيشوفوا النبي، صح ولا لا؟ كتير اللي شافوا مرة واثنين وثلاثة، كتير قوي، واللي شافوا يقظة. طب هات لي واحد فيهم، اما بقى يقول لك معقول يتشاف النبي يقظة؟ طب ما انت طول ما انت ماشي على المذهب ده لا هتشوفه يقظة ولا منام اصلا، لانك سيء الظن بالمسلمين، والنبي ما يجيش لواحد سيء الظن بالمسلمين، النبي يجي لواحد طيب القلب يحسن الظن بالمسلمين. ادي النبي اللي يجيله، هيجي لك انت يعمل بيك ايه؟ واما ارضهم فلم يجعل الله منها وليا ولا صالحا منذ ظهور الاسلام الى وقتنا، وانما جعل بها قرن الشيطان واتباعه خوارج القرن الثالث عشر وما بعده، فليتق الله من يغتر بهم وينصر مذهبهم الفاسد ورايهم الباطل وضلاله المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنهم انهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه، وانهم يقولون من قول خير البريه وهو ما يتمشدقون به من التوحيد والعمل بالسنه ومحاربه البدعه، وهم والله غرق في البدع، بل لا بدعه شر من بدعتهم الواصله بهم الى المروق من الدين مروق السهم من الرميه. فنسال الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولسائر المسلمين أن يجمعنا على كلمة سواء، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أراد الزيادة والاطلاع في كتاب مطبوع ومكتوب سنة 1930، متألف سنة 1930، بيتباع في مكتبة الصناديقية القاهرة في الصناديقية في الأزهر، كتاب اسمه إحياء المقبور في جواز اتخاذ القباب والمساجد على القبور للحافظ أبي الفيض أحمد ابن الصديق الغماري. اكتب عنوان هذا الكتاب وروح اشتريه، تلاقي هناك كتاب كامل جايب أدلة أكثر من دي 1000 مرة، من أراد الزيادة. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه، عايز تاخدها اديله الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.